أعلنت إسرائيل ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ بدء العملية إلى 600، بينهم 45 ضابطاً وجندياً ورجل أمن. كما أفادت الصحة الإسرائيلية بأن ارتفاع عدد الجرحى الإسرائيليين إلى 2000 جريح و330 منهم في حالة حرجة، فيما أفادت صحيفة جيروزاليم بوست عن أكثر من 750 مفقود إسرائيلي حتى الآن. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.